ماينكرافت لكن كل حاجه بالعك دي قريه اي طيب احنا دلوقتي تحت الشجره. المهم زي ما شفتوا ماينكرافت لكن كل حاجه بالعكس, ولما اقول كل حاجه انا قصدي كل حاجه, يعني حتى لو حاولت اعمل بيكاكس لازم اعمله بالعكس. طبعا الهدف اني الاقي دايموند, وكان في قريه شفنا احنا لما طلعنا فوق هناك فاروح لها, انا برط بالعكس, الخشب بيقع بالعكس, بس كده كفايه طلعوني طلعوني. طب انا جات لي فكره حلوه, انا اتحرك تحت الارض احسن. لا 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 الشجره الشجره الشجره, احلى مساء عليك يا صاحبي. هروح فين طيب؟ ايه ده صندوق في اميرلد, دي اللي ما خلتش الهدف اميرلد وخلاص ورايح دماغي. اي دايموند ليه؟ ايه ايه احلى مسا, ايه اخبار حلوه الدنيا هنا. انا احسن اجيب ايرون وانزل بكحت, لان كده استحاله الاقي دايموند هنا الا لو في حداد, بس انا مش شايف حداد في اي حته. طيب ده اخر بيت ينفع اروح له اساسا, فيلا بينا ننزل كحت. إيه؟ لا ما نزلتش كحت.